نعم، استمعت للأخ عادل. أنا أميل أكثر للنظام الجمهوري والابتعاد عن النظام الملكي، خصوصا الأمير محمد. أنا لا أعلم مدى إمكانياته، هل لديه الخبرة الكافية، خصوصا أنه عاش معزولا في طفولته في طرابلس، وعاش محاطا بمجموعة للأسف لم تكن في مستوى خلال السنوات الماضية في الخارج. فأنا لا أدري مدى إمكانياته في قيادة هذه المرحلة بالذات. أنا أخشى ما أخشى أن يكون تحت تأثير جهات معينة تتصرف في ليبيا كيف بتشوي، ويكون هو مجرد واجهة. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا أؤكد دائما أن الحلول يجب تبدأ في بناء الأمن، الملف الأمني هو الأول. قد نحتاج لمبادرة أمنية بالدرجة الأولى، لأن المشكلة في ليبيا مشكلة أمنية. لابد من تفعيل أجهزة أمنية جديدة وجيش بعقيدة جديدة، وعدم الرزوخ للإملاءات التي يحاولون من خلالها تمرير المؤسسة العسكرية التي تم بنائها في شرق ليبيا. لأن كل شيء، أي مبادرة ستنسف، أي مؤسسة تبنى يتم نسفها إذا تم تمرير المؤسسة العسكرية أو ما تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. هذه مرتبطة بالخارج، مرتبطة بمصر، مرتبطة بالدولة الإمارات، مرتبطة بدول أجنبية. ربما تحدثت عن هذا دكتور إبراهيم عبد الصمد، يعني لكن حتى هذه المبادرات، يعني موضوع تشكيل الجيش وتشكيل المؤسسات الأمنية يحتاج إلى حل سياسي في البداية والاتفاق على لا بالعكس. لا، نحن في الوطن، نحن في أوطاننا، صدقني، نبدأ من هنا، من هنا نبدأ في بناء المؤسسات التي تحترم ما سيتم الاتفاق عليه أو بنائه. إذا كنا بدأنا بالعكس، بنينا المؤسسات الدستورية وتركنا الجيش للآخرين يبنوه لنا، سينقلب علينا هذا الجيش. هذا ما سيحدث، صدقني. لابد أن نبدأ في بناء المؤسسات الجيش. من سيبني هذه المؤسسات؟ من سيبني؟ دكتور إبراهيم عبد الصمد، يعني حتى توضح الفكرة أكثر، يعني أنا أريدك أن توضح الفكرة أكثر، يعني حتى لضيوفي هنا وللمشاهدين، من المطلوب منه أن يبني هذه المؤسسات إذا كان هناك حكومات متنازعة وبلد مشتتة وتخوض صراعات عسكرية ما بين بعضها البعض؟ نعم، هو الاتفاق على بناء هذه المؤسسات يأتي ضمن غطاء سياسي ولا يأتي من مفاوضات مباشرة. يعني نتفق أولا أن نوحد الجيش، أين تكون قيادة الجيش؟ ما هي مواصفات الجيش التي سيتم بنائها؟ ونتفق على مؤسسات أمنية تبسط سيطرتها على كامل البلاد. هل تفهمني؟ بعدين يأتي الاتفاق السياسي وبناء المؤسسات، لأن الإشكالية هي الإشكالية في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى. هناك انقسام، من هو الجيش؟ لأن يحاول كوبلر تمرير الحكومة وتفعيل الجيش حفتر وميليشياته القبلية، وهذا هو الجيش. ولأن هم يركزون على هذه النقطة ويقولون أن هم على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة من أجل تفعيل هذا الجيش وهذه المؤسسات الأمنية. فمن هنا نحن أيضا نريد أن نبدأ من هنا، نبدأ من بناء جيش أو بعقيدة جديدة، ونتفق من هي قيادة الجيش وأين مقرها وكيف ستحكم، وأيضا المؤسسات الأمنية، لأن هم يدخلون لنا أجهزة القذائف الأمنية كلام من الداخل والخارجي. قيادة هذه الأجهزة ذات موجودة في مصر، وجميع الملفات خرجوا فيها. حتى أرشيفهم، الارشيف الالكتروني اخذوه معهم الى مصر والامارات. يعني هم يحتاجوا الى تفعيل، مجرد يرجعوا ويركبوا. اتضحت الفكره.